شعوري كمناضلة نقابية وكممارسة سياسية من منذ سنوات، وحتى أنا عشت القطاع التلاميذي والقطاع الطلابي، كان دائما كيكون هناك شيء من الرشد من أجل حل المشاكل، وبأنه منذ سنوات التجأنا كمغرب إلى مقاربة التفاوض والسمع والاستماع والإصغاء للآخر. الآن إحنا لحد الآن أنا أضع واحد العلامة استفهام كبرى حول هذا الملف، لم أعد أفهم ماذا يقع. السيد الوزير لماذا؟ لأنه أنا من خلال سؤالي لبعض الطلبة في اللجنة الوطنية، لأنه من حقي أن أعرف كمتتبعة للشأن العام في بالنسبة للمغرب، وقضية طلبة كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان كنت أتابعها، وكذلك عندي هذا لا يمنع على أنني من عائلتي هناك طلبة وطالبات في هذه الشعبة. من خلال ما أعرف على أنه كلما كان يوصلوا لبعض البصيص من النور في حل الملف، السيد الوزير كيجي وبطريقة تشنج وبطريقة يعني فيها شيء من العصبية وعدم امتلاك أدوات التفاوض وكي يأججها. ونحن نعرف في التفاوض عندما يؤججها الطلبة ما عندهمش لا يمتلكون هاد عودتهم قدرات التقنيات، أنه عند منين هو راه باغي يسخن خصهم، هما راهم عارفين بأن غادي يفسد كل شيء يهدنوا. إذن عندما جلسوا معه في إطار التفاوض فسدت تجربة التفاوض بتعصب من عنده، جلسوا معهم ونشكرهم رؤساء الفرق البرلمانية، نشكر الجميع، احنا كل من يعبر عن رغبته وإرادته في حل المشكل معارضة ولا أغلبية، قلنا وبها الحمد لله. هما بداو يوصلوا، جاء السيد الوزير وما قبلش. انا افهم هو بغي يقول انا هو قطاعي هذا، انا اللي نتفاوض، انا اللي نتحكم، انا اللي لا. الان اصبح الامر قضيه وطنيه، لم يعد يمتلكها كوزير، كان يمتلكها ولو كان وجد لها الحل. هذه السنه البيضاء هي سنه خص الواحد يفكر فيها، هي اموال ديال الشعب، راه الضريبه ديالي وديالك ود الاخر ود الاخر غادي تضيع. هادر الزمن وهادر السنوات من عمر هاد الطلبه. من بعد كان النقاش مع وسيط المملكه، وسيط المملكه كان يحاول ان يقارب وجهات النظر، فعلا كانت هناك نقاط اختلافيه والتي هي في بعض الاحيان مشروعه، وحنا كنعرفوا الطلبه كانوا يمثلون في اللجنه الوطنيه وعندهم مشروعيه التفاوض على رفاقهم، رجعوا الى رفاقهم قالوا لهم نرفض. مي قالوا لهم نرفض، اذا شنو هو ما بيدهم حيله، هما يمتلكون. ونشكرهم على انهم يريدون الديمقراطيه، على الاقل يستشيرون مع رفاقهم، هذا شيء يعني يجب ان نحبده فينا كاملين، ما يكونوش انا الذي اقرر. من بعد دخل العنف، وكان هناك عنف سافر واعتقالات، وهذوك الطلبه اللي كانوا صوتوا يمكن دخلوا يمكن ما دخلوش. الان رجعنا عاود لنقطة الصفر، ولهذا أنا كنقول للسيد الوزير ليس عيبا أنك واحد النهار تجلس وتراجع نفسك وتقول ماذا أريد كوزير؟ هل أريد أن يضيع المغرب في الشباب ديالو؟ هل يريد أن نهدر المال العام؟ هل نريد أن نهدر الزمن ديالنا؟ هل نريد أن نهدر بنادم؟ هل نريد أن نخلق جو غير عادي وفيه قلق وفيه توجس وفيه يعني الناس راه ما كتنعش وليداتها هادو؟ هاد الأولاد حتى هما راهم كيعيشوا ظروف قبيحة، لأنهم هما راه كانوا باغيين يوليو أطباء،
وفيهم اللي حصل في ليسيونس مات على دي زويت، وفيهم اللي هذا راه ماشي اي كان اللي كيصاب. الناس قرات وليداتها فمفخره هاد الطلبه، خصنا نصاوبوا بهم. الكل يعاني، فرنسا راه حتى هي عندها خصاص في الاطباء. دابا شنو حنا كنقولوا للدراري سيروا شنو؟ اذا يجلس ويدير واحد التقييم موضوعي، والطلبه نجلسوا معاهم ونهضروا معاهم، ولكن انهم يزولوش الصفر ويخليو التوقيف ويخليو الطرد ويخليو دابا المتابعات شيء يعني لا، قطعنا معه وقلنا بلي جامي سا. اذا نرجعوا للحوار، وانا اظن بانه استفاد السيد الوزير قدرته. انا السيد الوزير اعرفه في ملفات نقابيه لما كان في مراكش، اعرفه، ولهذا في واحد الاستجواب قلت ما غنقولش. اعرفه في علاقته مع الاساتذه، اعرف اسلوبه، لانه هو ذاك الاسلوب انا فهمت منين جابو. هذه من جهه اخرى، مع كل احترام ديالي ليه، انا لم اسمع يوما في المغرب رجل يمارس السياسه سواء في اليمين سواء في اليسار اسمه السيد المراوي. فالذي لا يمتلك تجربة سياسية ولا يمتلك تجربة نقابية لا يعرف التفاوض أبداً.